صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص لما طاف مرض ولم يسعى، يقول أحسن الله إليكم، شخص بعدما طاف مرض ولم يسعى بين الصفا والمروة، هل عليه شيء؟ هل يعتبر محصر عن السعي بالمرض؟ يصبر إلى أن يشفى ثم يسعى، ما يشترط التوالي بين الطواف والسعي، أو يحمل يطاف به، يسعى به محمولا على عربة أو على رؤوس، يطاف به محمولا، أو ينتظر حتى يقدر ويسعى هو، والحمد لله ما في حرج. نعم.